فعلاً الأولمبياد في باريس هذا العام مختلف، فهي أيضاً وصفت بأنها الأكثر خضرة على الإطلاق، بحيث تهدف إلى خفض الانبعاثات بأكثر من النصف مقارنة بدورتي لندن 2012 وريو عام 2016. إحدى الطرق التي يأمل المنظمون من خلالها خفض البصمة الكربونية للألعاب هي بناء قرية للرياضيين يقيم فيها أكثر من 10,000 لاعب أولمبي، لكن التحدي فيها يكمن بالصراع مع حرارة الصيف، حيث ستكون القرية هذه دون مكيفات رغم الصيف شديد الحرارة الذي تمر به باريس وأوروبا كلها. بهذه الحالة كيف يمكن أن يقام الحدث دون مكيفات؟ منظمو الألعاب الأولمبية قالوا أنهم يخططون بالفعل لموجات الحر والطقس القاسي عن طريق عمليات محاكاة لمعرفة تأثير إعادة جدولة الأحداث الخارجية لتبدأ في وقت مبكر أو متأخر من اليوم. لكن الابتكار الأكثر عرضة للتدقيق من المرجح أن يكون نظام التبريد بالطاقة الحرارية الأرضية، فشقق الرياضيين سيستخدم فيها التبريد الحراري الأرضي عوضاً عن تكييف الهواء. النظام الأرضي هذا يعمل عن طريق أخذ المياه المبردة من آبار عمقها يصل إلى 70 متر تحت الأرض في محطة قريبة للطاقة الحرارية الأرضية، وينقلها إلى أنابيب تحت أرضيات كل شقة. لكن أيضاً ينبغي أن تكون المياه الباردة قادرة على تبريد المبنى بمقدار من 6 إلى 7 درجات مئوية أقل من درجة الحرارة في الخارج. ويمكن أيضاً التحكم بهذا النظام على مستوى المبنى، وكل شقة ستتمتع بمنظم حرارة يسمح لها بخفض أو رفع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين في كل وحدة. أما الوفود التي تشعر بالقلق من فعالية هذا النظام خلال موجة الحر، فستقوم القرية بتقديم لها خيار آخر، وهو استئجار وحدات تكييف هواء فردية.